خلينا نبتدي قعدتنا بالأهم الأخبار. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، خصوصا في مجال التنمية الثروة السمكية واللي بتهدف لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بالإضافة لتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. كمان من ضمن الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، منا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وصل بالفعل العاصمة الكينية نيروبي للمشاركة في قمة أفريقيا للمناخ. كمان احنا معانا من ضمن الاخبار اللي حصلت نفي الحكومه وجود نقص في كميات السكر المعروضه بالاسواق ومنافذ التموين، وقالت كمان ان المخزون الاستراتيجي من السكر امن تماما. تفاصيل هذه الاخبار واخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار وأحداث كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، خاصة في مجال تنمية الثروة السمكية اللي بتهدف لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي، بالإضافة لتوفير المزيد من فرص العمل، وده في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ودفع عملية التنمية الشاملة على مختلف المحاور بالدولة. امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع تناول فيه متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل، خاصة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وجه سيادته بالحرص على أن يتكامل إنشاء مدينة العدالة مع الجهود الحالية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، خاصة من خلال تعزيز الكوادر البشرية والكفاءات الفنية القضائية وتطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومة عمل المحاكم على مستوى الجمهورية. امبارح استقبل الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وده على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات قمة إفريقيا للمناخ اللي بتستضيفها كينيا يومي 5 و6 سبتمبر الجاري. وأشاد مدبولي بالزخم الحالي في العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، مؤكداً أهمية عقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة التي سوف تستضيفها نيروبي، مع بحث إمكانية عقد منتدى مشترك لرجال الأعمال في البلدين على هامش أعمال القمة. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لوجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية، وشددت على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها السكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكافة محافظات الجمهورية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك مواصلة فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 اللي هتستمر حتى 14 سبتمبر بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بمصر، وده بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 19 دولة، فضلاً عن مشاركة 15 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة لمشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الأحمر. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب نظمت احتفالية لتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم 171 لسنة 2022، وده في إطار حرص القوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء وتقديم الدعم اللامحدود لأبناء سيناء الحبيبة وكافة محافظات القناة للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها هذه الرقعة الغالية من أرض الوطن. أما بالنسبة لأهم وأبرز الأخبار اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، فمعنا مجموعة كبيرة من الأخبار. في الشرقية تم افتتاح 10 مشروعات خدمية بتكلفة 1.108 مليار جنيه. أما في اسكندرية فتم افتتاح معرض أهل المدارس بتخفيضات وصلت نسبتها ل 25% منه. أكيد كمان امبارح في المنيا تم الإعلان عن تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وجامعة الأزهر بتنظم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي الشيخ زويد في شمال سيناء. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظة
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الشرقية تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية في قطاع التموين والتجارة الداخلية، تضمنت إنشاء مجمع للخدمات التموينية وصوامع لتخزين الغلال بتكلفة إجمالية بلغت 1,108,954,000 جنيه. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة عن قيام إدارة العلاج الطبيعي بتنفيذ أكثر من 74,000 جلسة في شهر أغسطس، وده ضمن خطة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى. في الإسكندرية افتتحت المحافظة معرض أهل المدارس بخصومات تصل ل 25%. المعرض تم تنظيمه بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والعديد من المكتبات والشركات لعرض وبيع الأدوات المدرسية والكراسات والكشاكيل ومستلزمات الدراسة بكافة أنواعها والملابس والأحذية الرياضية، وتوفير جميع مستلزمات الدراسة بكميات كبيرة تغطي استهلاك المواطنين بجودة عالية وبأسعار تنافسية عن مثيلتها في الأسواق. في المنيا أعلنت المحافظة تحصين 243,000 من رؤوس الماشية خلال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وده منذ انطلاقها في منتصف يوليو الماضي. في المنوفية تم تقديم خدمات ل 500 فرد من ذوي الإعاقات، تنوعت ما بين إصدار كارت الخدمات المتكاملة وخدمات التسجيل على موقع وزارة الصحة، وده ضمن فعاليات حملة هنوصل لك لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة تيسيراً عليهم بمشاركة 1,000 متطوع من خلال مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بكافة مراكز ومدن المحافظة. في شمال سيناء أعلنت مديرية الصحة والسكان إن جامعة الأزهر هتنظم قافلة طبية مكبرة بالمجان لعلاج المواطنين من أهالي الشيخ زويد والقرى التابعة لمدة 3 أيام بدءاً من بكرة الأربعاء وحتى مساء الجمعة، وهيتم تحويل الحالات اللي بتحتاج عمليات لمستشفى جامعة الأزهر بالقاهرة. في سوهاج انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي من تطعيم 1,034 من العاملين الملامسين لمياه الصرف الصحي وغطاسي تطهير مآخذ مياه الشرب بجرعات لقاح لالتهاب الكبدي ألف وب ولقاح لالتهاب الرئوي، وده في إطار الاهتمام بصحة العاملين والحفاظ عليهم من الأمراض.